شاي ولا قهوة ولا كرك؟ والله احترت مدير، عطني واحد شاي واحد قهوة واحد كرك. لكن عندنا ما يصير تحتار، لو شنو صار لازم تختار، ونبي منك جواب واحد. وسؤالكم يقول 10 و20 مثلهم مرتين، زيد عليهم 5 و3 و2، كم النتيجة؟ فكروا معانا. 10 و10 مثلهم مرتين، زيدهم زيد عليهم 5 و3 و2. 99 و1. تسعة وتسعين وواحد كم بتصير؟ 10 و10 وقدهن مرتين وخمسة وثلاثة واثنين. أيوة. 99 و1 يعني كم؟ في رقم اسمه 99 و1. إيه 100. هاي جدي كان يسولف لي. صالح جدي. خلاص لا ما كان. 10 و10 وقدهن مرتين وخمسة وثلاثة واثنين. انت هذا اللي قلته. أيوة. 10 و10. أيوة. وقدن مرتين. زين. و5 و3 و2. بالضبط. 99 و1 يعني 100. بس حبيب. أشكرك. وحلا وفر والله. 10 و10 نفسهم مرتين، زيد عليهم 5 و3 و2، كم النتيجة؟ 10 و10 و10 90. ليش يعطيني 90؟ يعني يساوي كذا 90. 90. يعني اي ولا لا؟ 90 ان شاء الله. بسم الله. غير تحت ولا فوق؟ الحسبه عندك على حسب. ما انت تروح فوق ولا فوق؟ 99. مو ب 99. 10 و10 نفسهم مرتين، زيد عليهم 5 و3 و2. 10 و10 60. حلو. 60 زيد عليهم 70. اكيد اكيد. شلون حسبتهم؟ 10 و10 زيد عليهم 10 و10 30، زيد عليهم ومثلهم مرتين، مثلهم مرتين 60. حلو. وعندك 8 5 65 67 68 69 70. 5 و3 و2. ونقول لك الف مبروك، تستاهلون القاري يا جماعه. ربحتوا معانا جائزة من دماس المجوهرات، وجائزة من جزيرة العطور، وجائزة من شوبان للحلوى والتمر، وجائزة من مركز ماربل الطبي، وجائزة من هومز آر أس، وأيضا من الميرة للمواد الاستهلاكية. الله يعطيك العافية. تستاهلون. الله يعافيك. سؤالكم يقول هل قلم الرصاص مصنوع من الرصاص؟ فكر معانا. شو اسمك انت؟ تعالي، شو اسمك؟ فايزه. فايزه ان شاء الله تفوزون معانا يا فايزه. ان شاء الله يا رب. يلا اقول لكم السؤال. قلم الرصاص من شنو مصنوع؟ اسهل سؤال. من الرصاص. من الرصاص. هي ايوه الرصاص، لان اسمه قلم الرصاص صار اسمه يعني مصنوع من الرصاص. لا ماده الرصاص بتكون صنعت. لا من الرصاص. لا الخشب. الخشب اوكي. هو نبي الرصاص الداخلي مصنوع من ماذا؟ كبريت. الكبريت. 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 لا اعطني مادة ثانية. الجيرية. لا من الفحم. لا من هيا الفحم. هيا مول. من البوتاسيوم. لا قلم الرصاص القلب من شنو مصنوع؟ القلب. ايه المادة اللي داخل من خشب. لا الرصاص. لا قلم الرصاص من ايش مصنوع؟ هو شيء عن الرصاص يعني من خط. مواد. قلم الرصاص مصنوع من شنو؟ قلم رصاص. ايوه خشب ومادة الرصاص يعني. مادة الرصاص؟ مادة اللي داخل الرصاص قلم رصاص. نعم هي قالت صح؟ جوابها صح؟ مساعدات خارجية يا جماعة. لي مادة الرصاص يعني؟ لا قلم الرصاص؟ ايوه. قلبه منين؟ من ماذا مصنع؟ أيوة. من الرصاص. لا غير الرصاص. حس. كربون. كربون. ألمونيوم. كربون.
ألمنيوم. ألمنيوم شلون؟ خلاص كربون. 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 أكيد. أكيد إن شاء الله. بتشاركون الجوائز ولا لا؟ إجوبة غلط مفروض. إيش مشكلة هدين واحد. ألف مبروك تستاهلون. سبحان الله توكم داشين المجمع قلت لكم تعالوا. ربحتي معنا جائزة من دماس المجوهرات. وربحتوا معنا جائزة من جزيرة العطور، وأيضا ربحتوا معنا جائزة من شوبان الحلويات والتمر، وجائزة من مركز ماربل الطبي، وجائزة من فندق تشدي، وجائزة من هوم زراس، وجائزة من الميران للمواد الاستهلاكية. ألف مبروك. الله يبارك. شكرا. أكمل المثل، الجيب خالي والخشم أبي منكم كلمة واحدة وفكروا معانا. الجيب خالي والخشم خشم مرفوع. ايوه حلو مرفوع غيرها. الجيب خالي والخشم مثل، اكمل المثل. الجيب خالي ايوه والخشم ايش فيه؟ عالي. الله يا جماعه مثل سهل، يمكن ما مر عليك لكن يعني بالعقل. نقول لك ألف مبروك، إجابة صحيحة تستاهل. ربحت معانا جائزة من دماس المجوهرات، وجائزة من الجزيرة العطور، وجائزة من شوبان الحلويات والتمور، وعندك جائزة من مركز ماربل الطبي، وجائزة من هوم زراس، وأيضا جائزة من الميرة للمواد الاستهلاكية. ألف مبروك تستاهل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سؤالكم يقول كم يصير وزن طن من الحديد عندما يصدي بشكل تام؟ فكر معانا. لو أخذنا طن من الحديد وصد بشكل تام، صد كم؟ 20. طن بيصير 20؟ بيخف وزنه من الطن. ألف بيخف وزنه. غيره. الطن عندك أنت؟ الطن في طن في طن تبع طونة بيقولوا طن. لا أنا ما فيها لعب الكلام. بده يخف وزنه. صدقني لا. ما بيقل ولا بيتم نفس ما هو. يعني ها. بيزيد إذا طن بيصير طن ومية جرام يعني؟ غير. بس بيزيد. بعد زيد. بيزيد يعني بيصير طن وشوي طن ونص. واحد طن هيبقى مثلاً 900 كيلو؟ لا. أقل كتير. أنا أقول لك يزيد. يزيد يزيد عن الواحد طن. أيوة. واحد ومية واحد طن ومية كيلو؟ لا. كتير أكتر؟ أكتر. واحد ومية 300؟ لا. 500؟ لا. بعد 2 طن بعد ما يصدي بشكل تام. أيوة. طن واحد نفس الوزن؟ لا 50% او 5 انه يقل 50% ولا يزيد؟ لا بقل، مفروض انه بالاكل. نفس تفكيرك قبل لا اعرف الاجابه. والله معناته بيزيد 50% يعني طن ونص قصدك؟ اعطوني بعد جواب. خلينا نقول 1.4. كل واحد يعطيني جواب زين. 1.25 خلينا نقول 1.55 1.6 اوكي 1.7 نفس الشيء؟ لا بقل وزنه يعني؟ انا اقول يزيد. يزيد يصير الضعف؟ انه زادت ماده زياده عليه ولا يعني طن؟ يعني طن بيصير 2 طن؟ ممكن. بعد اعطني رقم. 3 طن بنعتبرها صح. هي تمام. حوالي 3 طن. تمام. ونقول لك ألف مبروك والدار يا جماعة. ربحتي معنا جائزة من دماس المجوهرات، وجائزة من الجزيرة العطور، وجائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من مركز ماربل الطبي، وجائزة من هوم زارس، وأيضا جائزة من الميرا للمواد الاستهلاكية. ألف مبروك. الله يبارك. من هالأجواء الرمضانية وصلنا حق ختام حلقتنا. بتحصلنا في مكان جديد وأنا أشوفكم على خير.